السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحيحه بخير الحمد لله. اش تعاودوا؟ بسم الله على بركه الله. غنشارك معكم واحد الفيديو مسائي مصيانا اصلا ما انا نقي الكوزينه بعد ما درنا الكاسكروت وغنرد السلطه كنت فيكم البنات اللي كوزينت ما كتساليش في الدار وين سالي شخص كان عندي شي ناس درت كنت بغيت نشارك معكم في كاسكروت ولكن ما عطاتش ليا الفرصه. راكم عارفين اللي كيكون عندكم الناس راه تخدم بالزربه والناس مخلطه في الدار ما قدرتش نصور. صافي هي ديك فاش خرجوا جيت نغسل المعنى ونرد الصبر عليها وغادي نطمئن على قبيلاتي ويطمئنوا عليا راني بخير الحمد لله. نتسنى ونشارك معكم واحد المفاجاه ان شاء الله الى تقراتي بلا ما نقولها نبوظها قبل ما تبدا. راكم عارفين لها شوار انا تندير بيه كل شيء زي ما معمالي الله يسمح بيه انا والله ولكن البنات الصراحة زعما كينا انا والله راه زوينة زوينة بزاف كي نفع في كوزينة عرفتو دابا شنو درت بيها شنو هرمشت بيه كنت دايرة السلطة ودرت بيه هدا سمعة درت الكاوطو شو والله ما كيفرع ما فقدت الدقه في المهرازه ولا تقلب غير كان ناقصني الموس هو فيه جوج حمص وفيه موس واحد فيه جوج حتى هذا الشيء ماشي هو ماشي بحال دوك الاخرين اللي كيكون عندهم ربعة الموس كاينين بحال اللي كان عندي عندي جوج ديال الاخرى راه داك الراس ماشي بحال دار راسو كحل ديك الطحانه ديالو هذا كحل والاخر خضر وهذاك بلاستيك هذا اينوت هذاك عندي شحال من الموس ملي كنبغي ندير شي حاجه كنبدلهم هذا لا هذا عنده غير موس واحد ولكن كيتمنطو ملي بغيت تهرمش شي حاجه كتنقص واحد مش بغيت تحنا كتديرهم كديروا واحد ملي كتبغي تحرم شي حاجه حرقه تكون لينه كدير غير واحد تبغي تهرم شي حاجه كتكون نعم كتزيد الثاني نعم كما العاده انا ديما مضربه مع الكاميرا صافي كوميداتي بدلت سميتو كنت غندير صفا بدلت درت الروز قلت لها هي ورا ديرو غير فون راكي نص ساعة ما بين ملي كتقوم الروز بدا تمشي تقول واحد الغراض رجع هو الروز راني نقيتو وغسلتو مزيان وصفيتو في هاد الشبيكة نديرو غير بالحليب دابا ليه الانسان غادي يدنا الواحد غادي يدعى صدقتي سدي علم
المهم انا درت الرز وندير ليه شويه د الملح. شدين شويه ما خلاونيش كنديرو يطيب مع الملح وشويه زيت العود. البريكه تاني غندير لها نص نهار نقلب عليها. جاب الله جاب الله، كيكون عندي البريكات بزاف في الكوزينه. غير تطلع الكوكوت زعما يسخن داك الماء، وغادي نحولها لهاد الراس اللي ناقص شويه، حيت هذا واخا نقص ليه كيبقى. ندير شويه الزيت غير باش ما يطلعش ليا الرز، وغنقلب نوريكم واحد البارتيه كنديرها. هاد الشيء في حاله لقيت العود، حيت العود عكات الديه من جيت لعب به. الله يحفظها ليا يا ربي. فاش درنا كنسكروت كنت لعب به باقي يشتوريها شتو في الكوزينه. شوفوا اي حاجه درتوها في حال هكايا الرز حسيوه باش ما طلعش كتحطوا العود، والله تجريب تجريب. كانت الوالده مسكينه كتقول لي هاد السلطه كتجيني غريبه، اش من العلاقه اش من العلاقه لهادي بهادي. ايوا صافي كويداتي كما العاده، غدا ندير الكويج تصبروا بلا ما نوريكم هاد الروينات ولا هاد الحوايج غتقلعوا. كتقولي تيجي مع الحوايج ديالي مسا ولا خوتي حتى غير شي ربيع نهار الحد نهار الحد تصبر، ولكن راه صافي حنا بصرنا ملي ولات هاد الماكينه ما كاين غير لبس وحط. ملي قلت لي شي حاجه كتقول لك ما كنتش ديري لهم تصبروا من الماكينه ماشي انتي. صافي ولكن غير باش ديرهم في ماكينه ونشربهم كيبان لكم والو ياك، غير سيمبل وصافي. غير باش ديرهم في الماكينه يتصبروا وتنشرهم راه خصك نص نهار يكونش خصهم يتصبروا ويتصلحوا. كي بينو بينكم راه الصيف اخوتي والله ما غيسالي، راه يسال كيفاش غيدير، راه خص تنهار جوج لبسات في النهار اللي كيدور في الدار. عمال لي خدام مسكين ما يكون في العام ضروري غادي يدوز في اللبسه النهار كامل، وبغي يبغي يبدلها غيدو واش خصو يبدلو. لحقاش بنادم باقي الصهد وباقي العرق والعروقات وباقي. المهم غيكون عندي هنا جوج طاولات. اوكي نقلع لي لحقاش هادي كتنفت من فينو بلا ما الشغل باش تقدم غير باش نقدم. على ما اظن بركه صاله دايره البيض، واخا نبغي نزيد ما نفطرش. هي القياس نقيتها بيضه كسوه الاختي تاعي تسود بيها. مرسي درت التيد انا كتبت الاول باقي ما خرجتش بناخد. انا كندير هاد التيد لما نديرو لباباها اش غندير بيه. شوف كنعبرنا بهاد الكاس هذا، هذا عرفتو شنو هو هذا، هذا ديك الغلاقة ديال الترموس حطيتها و كنعبر ليها من الماكينة.
كيبان لكم يعني اصلا ديجا شاركت معكم. باش ندير 400 وهنا كندير 400 وهنا 20 باش تكون دورة واحدة. كيف علاش رخصت تبقى ليا ايوا صافي انا غايا نحيد الروز غايحيد ان شاء الله الروز ديما تغسلي الحوايج غنحيدهم غندير هادي انا قسمهم تقريبا على النص اتوبيا وكنت غندير الوان بوحدهم الروز راح طلع غنقص لي واحد الشهر نبدل هاد البطيله شفتو ماشي مزيان باش يدير على خاطرو. يلا نخليكم اذا بالروز نتلاقى ان شاء الله وباي باي عليكم تهلاو ليا في الرياض. هانتوما كبيداتي هو هذا الرز ديالنا راه وجد وغنرافقو باللبن عرفتي ندير فيها وشق انتوما كبيداتي هو هذا العشاء ديالنا العشاء غير يعني الانسان كياخد شي حاجه خفيفه اللبن ما غاديش بلا ما نوري لكم اصلا اللبن ديال الحانوت ما عرفتش. المهم خليت لكم الراحه الى الفيديو المقبل ان شاء الله وبحول الله تطلعوا ليا في الفيديو ديالي الله يحفظكم ليا يا ربي. يلا باي باي يا كبيداتي.